السلام عليكم ورحمة الله. ما هي العاصفة الشمسية التي ضربت الأرض قبل أيام قليلة؟ لماذا أثرت على شبكات الكهرباء؟ لماذا أثرت على شبكات الملاحة الجوية؟ لماذا أثرت على موقع GPS تحديد المواقع العالمي؟ ماذا يوجد داخل هذه العاصفة؟ ولماذا تحدث هذه العواصف الشمسية؟ ماذا تبث من مواد؟ وكيف تؤثر على الأرض؟ وماذا لو حدثت عاصفة أقوى من هذه بعدة مرات؟ ما الذي يحدث للأرض؟ طيب، ما الذي يحمي الأرض من هذه الحوادث؟ ما الذي يحمي الأرض من العواصف الشمسية؟ طيب، ما هو سر الأضواء الوردية والحمراء والخضراء التي ظهرت في مناطق عديدة في السماء؟ ولماذا ظهرت هذه اللوحات الإلهية الرائعة؟ كل هذا سنتعرف عليه أيها الأحبة في هذا الفيديو القصير، فتابعونا. حتى يتبين لهم أنه الحق. في البداية، الشمس هي مخلوق كبير جدا، أكبر من الأرض بمليون مرة على الأقل. يعني لو جئنا بمليون كرة أرضية وضعناها داخل الشمس تتسع للمزيد. فتصور كم هذه الشمس ضخمة وثقيلة، ولولا هذا الحجم لا يمكن أن نتمتع بهذا الضوء وهذه الحرارة وهذه الحياة بشكل عام، لأن الشمس هي جزء أساسي من الحياة على الأرض، هي التي تسبب المطر، وهي ضرورية للنباتات وضرورية للحيوان، وبالتالي هي جزء من الحياة على الأرض، مثلها مثل الماء، سبحان الله. طيب، هذه الشمس كيف تعمل؟ لماذا نجدها معلقة في الفضاء؟ حقيقة الشمس أخي الحبيب ليست ثابتة، بل هي تجري جريانا حول مركز المجرة، وبسرعة لا تستطيع أن تتخيلها، سريعة جدا. ولكن نحن من رحمة الله أنه أخفى ذلك عن عيوننا، نحن نراها تشرق وتغرب. هذه الشمس كيف تعمل؟ هناك عنصر خفيف جدا هو الهيدروجين، أخف عنصر في الكون، الذي تشكلت منه النجوم. ذرات الهيدروجين هذه في بداية خلق الكون تجمعت مع بعضها مشكلة النجوم، والشمس هي عبارة عن نجم بالأصل. يعني هناك من النجوم ما هو أكبر من الشمس، وهناك ما هو أصغر من الشمس، هناك ما هو أكبر منها بمئات المرات، وهناك نجوم أصغر. هذا الهيدروجين، ذرات الهيدروجين هذه عندما تجمعت وانضغطت بقوى هائلة، الله سبحانه وتعالى هو الذي جمعها، وهو الذي ألف بينها وضغطها بهذا الشكل، تشكلت قوى جاذبية هائلة، وتشكلت قوى كهربائية ومغناطيسية وإلى آخره، جعلت ذرات الهيدروجين تصطدم مع بعضها بشدة، لدرجة أنها تندمج مع بعضها. فذرة الهيدروجين هذه فيها إلكترون وبروتون، وذرة الهيدروجين هذه فيها إلكترون وبروتون، يندمجان مع بعض بقوة، تندمجان بقوة مع بعض، فتشكلان ذرة هيليوم فيها 2 إلكترون و2 بروتون. ولكن هذا الاندماج، لماذا يحصل الاندماج النووي أو التفاعلات الاندماجية؟ عندما ينضغط عنصر الهيدروجين بشدة ويندمج مع بعضه، يولد كمية هائلة من الطاقة، تشبه تلك الطاقة التي تبثها القنبلة النووية أو الذرية. هذه الطاقة فيها حرارة وفيها ضوء، وبالتالي مع كثرة التفاعلات
وبسبب حجم الشمس الكبير فإنها تضخ كميات هائلة من الطاقة ومن جسيمات أخرى، جسيمات كونية دقيقة حارقة، تضخ لنا مثلا الأشعة فوق البنفسجية التي تحرق الجلد إذا وصلت إليه بكمية مناسبة، تضخ إشعاعات كثيرة جدا. ولكن من رحمة الله، الله لم يترك الأرض هكذا، بل عندما خلق الأرض خلق لها غلاف جوي يحيط بها، يرتفع بحدود 100 كيلومتر فوق سطح الأرض. هذا الغلاف له مغناطيسية قوية يستمدها من نواة الأرض، خلق في نواة الأرض كتلة مغناطيسية تشكل نواة الأرض، فيها مليارات الأطنان من الكيلوغرامات موجودة في مركز الأرض، وتشكل غلاف مغناطيسي أو مجال مغناطيسي قوي جدا حول الأرض. هذا المجال المغناطيسي أخي الحبيب، انتبه معي، عندما تأتي الجسيمات والإشعاعات من الشمس بسرعة هائلة تصطدم مع هذا الغلاف المغناطيسي. انظر إلى روعة التصميم، انظر إلى دقة التصميم. يقولون هذه كلها حدثت بالمصادفة، مساكين والله. هذا الأمر أخي الحبيب، انظر معي، بسبب أن هذه الجسيمات التي تأتي من الشمس مشحونة أصلا كهربائيا، فتتأثر بالمجال المغناطيسي، منها ما ينحرف ويذهب بعيدا في الفضاء، ومنها ما يتمكن من الدخول حتى يصل إلى الغلاف الجوي الذي هو 100 كيلومتر. الغلاف المغناطيسي يمتد أكثر من 60,000 كيلومتر في الفضاء، 60,000 كيلومتر، مع العلم أن الأرض قطرها أقل من 13,000 كيلومتر، أقل من 13,000، بينما في المجال المغناطيسي 60,000 وأكثر. الكمية إذن التي جاءت من الشمس، هذه الأشعة البنفسجية الحارقة والأشعة الكونية والجسيمات أخرى كونية، ممكن يكون منها نيوترونات، يعني أشعة كونية كلها حارقة ومدمرة، عندما تأتي إلى الغلاف المغناطيسي على بعد 60,000، هذا بعيد جدا عنا، ينحرف معظمه، لكن تبقى هناك جسيمات قاتلة تدخل، فيتصدى لها الغلاف الجوي الذي فوق رؤوسنا، الذي هو هواء طبعا، أكسجين. هذا الغلاف الجوي أخي الحبيب، انتبه معي، أيضا يتصدى لهذه الأشعة البنفسجية فيعكس جزءا منها. سبحان الله، انظر إلى الدقة، يعني دقة التصميم. على الرغم من ذلك، بسبب السرعة الهائلة لهذه الإشعاعات فإنها تتمكن من الدخول، ولكن تحترق على حدود الغلاف الجوي وتتحول إلى لوحات وردية رائعة باللون الأخضر. تجد السماء فيها مثل الستائر، أخضر وأزرق بنفسجي، لون زهري أو وردي. سبحان الله، مناظر تشهد على عظمة الخالق، وكأن الله يريد أن يقول لك أيها الإنسان، انظر، انظر أيها المشكك، يا من تجحد نعمة الله، انظر إلى هذا الضوء الرائع. ماذا لو أن هذا الغلاف الجوي غير موجود أو كان ضعيفا؟ هذه الإضاءة التي تراها في السماء، هذه أشعة شمسية، رياح شمسية قاتلة، لو وصلت إليك لأحرقتك، ولكن من رحمة الله بك أيها الإنسان، على الرغم من أنك تكفر وتشكك وتجحد نعمة الله، إلا أن الله يحميك سبحانه وتعالى، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، يحفظك على الرغم من كفرك وإلحادك، وهم عن آياتها معرضون. طيب، ما الذي يجعل هذه العواصف الشمسية تحدث؟ حقيقة هذا أمر طبيعي،
لأن الشمس تحدث فيها انفجارات عنيفة. تركيب الشمس هكذا، وهناك أعاصير شمسية يمكن أن يمتد الإعصار لثلاثمائة ألف كيلومتر. تصور ثلاثمائة ألف كيلو وأكثر، يعني إعصار شمسي واحد لو صادف الأرض لابتلعها كما يبتلع أحدنا حبة الكرز مثلا. أرضنا هذه الكرة الأرضية بالنسبة للإعصار الشمسي مثل كرة صغيرة تتحول إلى كرة صغيرة يبتلعها. تخيل أخي الحبيب أن هذه الانفجارات الشمسية ضرورية لتبقى الشمس في حالة عمل، مثل الزلازل على الأرض ضرورية لتبقى في حالة توازن، لأن هذه الشمس لو حبست هذه الانفجارات ولم تحدث فيها ربما تنفجر فجأة وتنهي الحياة على ظهر الأرض. ولكن كل فترة الله سبحانه وتعالى بحكمته ركب الشمس بهذه الطريقة. طب لماذا تتأثر شبكات الكهرباء؟ طبعا تتأثر لأن هذه الجسيمات الكونية الدقيقة القادمة إلى الأرض مشحونة كهربائيا مثل الإلكترون. الكهرباء أصلا ما هي؟ الكهرباء هي عبارة عن تيار إلكتروني يتحرك. هذه الأشعة فيها إلكترونات، فيها جسيمات كونية كثيرة، فيها تسمى الرياح الشمسية القاتلة. فالآن أخي الحبيب هنا أصبح لدينا صورة رائعة أن الله عز وجل يعطينا إنذار. أنا أنظر هكذا، أيها الإنسان أنظر إلى هذه الشمس، كل التكنولوجيا التي اخترعتها، عاصفة شمسية تحدث على بعد 150 مليون كيلومتر. تصور هذه العاصفة ليست قريبة من الأرض، ليست مثلا قريبة من القمر، لا، هذه العاصفة تبعد عنا 150 مليون كيلومتر، الأرض 13 ألف كيلومتر، مثل حبة الكرز تجدها معلقة. سبحان الله. ليقول لك الله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. على الرغم من أن الله يحفظك إلا أنك تنكر وتكذب للأسف. فإذا هذه الرياح الشمسية عندما تأتي تؤثر على شبكات الكهرباء، شيء طبيعي بسبب وجود مجالات مغناطيسية، لأن كل جسم فيه كهرباء يتحرك يولد مجالات مغناطيسية، هذا قواعد الفيزياء، هناك علاقة متبادلة بين الكهرباء والمغناطيسية، يعني ببساطة المولد كيف يعمل. أنا لدي فقط مغناطيس يدور بالقرب من سلك فيولد الكهرباء. إذن الحركة للإلكترونات تولد مجال كهربائي ومجال مغناطيسي. الملاحة الجوية تعتمد على المجالات المغناطيسية، يعني البوصلة هذه أبسط أجهزة تحديد المواقع أو التوجه، البوصلة العادية هي إبرة ممغنطة، إذا قربت منها مغناطيس تنحرف باتجاه المغناطيس. لاحظت؟ فإذا كل هذه التكنولوجيا تأثرت وحدثت بعض الأعطال. ليقول لك الله سبحانه وتعالى: أيها الإنسان كل هذه التكنولوجيا لا تساوي شيئا أمام حدث يحدث على بعد 150 مليون كيلومتر. تصور لو أن نيزكا اقترب منا أو اصطدم بالأرض، ما الذي يحدث؟ ماذا تنفعكم كل هذه التكنولوجيا؟ ولا شيء، تقف عاجزة.
وخلق الإنسان ضعيفا. اعترف بضعفك أيها الإنسان أمام خالقك سبحانه وتعالى. هنا أيها الأحبة، أنا لدي آية عظيمة في القرآن، يقول سبحانه وتعالى: وجعلنا سراجا وهاجا، أي أن الشمس تطلق هذا الوهج وهي سراج. ما معنى السراج في اللغة؟ السراج هو وعاء فيه وقود يحترق، فعندما يحترق الزيت مثلا يولد الضوء والحرارة، هذا هو مبدأ عمل السراج. الشمس سراج مثل وعاء كروي فيه وقود، ولكن الوقود ليس زيتا إنما وقود نووي هيدروجين. وبالتالي أخي الحبيب، هنا أنا ينبغي أن أتوقف عند هذه العاصفة. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى أنه صرف عنا شرها. تخيل لو أن هذه الكمية التي تنحرف على حدود ما يسمى الدرع المغناطيسي الأرضي، والغلاف الجوي أيضا الذي هو على بعد 100 كيلومتر يتصدى بشكل كبير لهذه الجسيمات، تخيل لو أن هذه الجسيمات وصلت إلى الأرض، ما الذي سيحدث؟ ستحرق الكائنات. هذا من رحمة الله. لذلك قال تعالى: وجعلنا السماء. في اللغة العربية كل ما علاك فهو سماك، يعني السماء من فوق رأسي إلى السماء السبعة، هذه كلها سماء أو سماوات. الله قال عن هذا الغلاف الجوي: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. للأسف لم يقل غافلون، لأننا نرى الحقائق ونرى نعمة الله، وتجد من يجحدها ويكذبها ويكفر بها ويعرض عنها. القضية الثانية أخي الحبيب، ينبغي أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا عذاب جهنم، لأن هذه النار الملتهبة هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ناركم، هذه يعني في الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يعني نار جهنم أقوى من حرارة الشمس 70 مرة. سطح الشمس الذي يعتبر بارد بالنسبة لمركزها درجة حرارته 6000 درجة مئوية. الصخر ينصهر، تخيل الصخور في هذه الدرجة تنصهر. لذلك هنا عندما كان نبينا عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء، ماذا كان يقول؟ ينظر إلى هذه النجوم، والله علمه ووهبه أسرار السماوات والأرض، كان يقول، يتذكر عذاب جهنم، يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربط التفكر في هذه النجوم وما يحدث فيها من انفجارات بعذاب النار. لذلك أنا نصيحتي لكل من يسمع أو يقرأ معلومة عن العاصفة الشمسية أو ينظر إلى الشمس، يجب أن يدعو بدعاء النبي، وهو آية في سورة آل عمران: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا جميعا على الإيمان، وأن نكون من الصالحين يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.